ألمانيا دولة العقول أم السيارات؟ تعرف معنا على أغرب الأشياء التي قد لا تعرفها عن جمهورية الرايخ المثيرة للجدل في زمن ما بعد الإمبراطوريات. إليكم 40 حقيقة ومعلومة مثيرة عن ألمانيا. ألمانيا لديها أكبر عدد من السكان في الاتحاد الأوروبي بحوالي 81 مليون نسمة، لذلك تعتبر الدولة الأكثر عددا وكثافة بالسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وهي أيضا ثالث أكبر دولة من حيث عدد المهاجرين إليها. تعرف ألمانيا بأنها الدولة ذات السبع عواصم، حيث أن مدن أخرى مثل ريغنسبورت وفرانكفورت ونورنبرغ وفايمر وبون كانت كلها عواصم لألمانيا قبل برلين العاصمة الحالية. برلين العاصمة الألمانية هي أكبر مدن ألمانيا من حيث المساحة، وهي أكبر 9 مرات من باريس عاصمة فرنسا، وبها جسور أكثر من مدينة البندقية الإيطالية. برلين العاصمة هي ثالث أكبر مدينة للشواذ في أوروبا، فبها ما يقدر بنحو 300,000 مواطن ومواطنة من الشواذ. في ألمانيا ليس هناك عقاب لسجين حاول الفرار من السجن، لأن القانون الألماني يعتبر أن غريزة الإنسان الطبيعية أن يكون حراً، فقط يعاد الهارب ليستكمل عقوبته. أحفاد زوجة النازي جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية في عهد هتلر هم أغنى عائلة في ألمانيا في الوقت الحاضر، وتبلغ ثروتهم نحو 31 مليار يورو، وتعتبر العائلة المساهمة الأكبر في شركة BMW المعروفة في عالم السيارات. أول مجلة في العالم على الإطلاق صدرت عام 1663 في ألمانيا، والتي نشرها الشاعر الألماني يوهان ريست تحت اسم بنيان المناقشات الشهيرة، وكانت مجلة مختصة بالأدب. بعد الحرب العالمية الأولى كان هناك عدد قليل جدا من الرجال في ألمانيا، وكانت واحدة فقط من 3 نساء تستطيع أن تجد زوجا لها، وكان نصيب الألمان من القتلى في الحرب 1,950,000 جندي بالإضافة إلى ملايين الأسرى. لا يسمح القانون الألماني بإيقاف السيارات على الطريق السريعة نهائيا لأي سبب من الأسباب، حتى ولو كان نفاذ الوقود من خزان السيارة، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه لغرامة فورية قدرها 80 يورو. من عام 1989 إلى عام 2009 تم إغلاق نحو 2000 مدرسة في ألمانيا بسبب ندرة الأطفال. يستمر عدد سكان ألمانيا في الانخفاض، حتى أنه انخفض إلى 2,000,000 نسمة في العقد الماضي. تمت تسمية الهامبرغر نسبة إلى مدينة هامبورغ في ألمانيا، وذلك لأن المهاجرين الألمان نقلوا طريقة طهي الهامبرغر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2014 ألمانيا ألغت رسميا الرسوم الدراسية الجامعية حتى للطلاب الأجانب. تم حظر 60% من الفيديوهات 1,000 الأكثر شعبية على يوتيوب في ألمانيا، وذلك لقضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. 2,000,000 من النساء الألمانيات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و70 عاما تعرضن للاغتصاب من قبل الجيش الأحمر الروسي خلال الحرب العالمية الثانية بعد سقوط برلين وانهيار ألمانيا النازية بقيادة هتلر. دفعت ألمانيا التعويضات النهائية عن الحرب العالمية الأولى في عام 2010، وذلك طبقا لمعاهدة فرساي. يتم اكتشاف حوالي 5,500 قنبلة مستعدة للانفجار في ألمانيا كل عام جراء مخلفات الحرب العالمية الثانية، أي بمعدل 15 قنبلة خلال اليوم. مشروب فانتا نشأ في ألمانيا النازية نتيجة لصعوبة استيراد شراب الكوكاكولا في ألمانيا، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. تم اختراع لعبة الدامة الصينية في ألمانيا عام 1892 تحت مسمى شتيرن هالما، وتعني النجمة هالما. في عام 1960 تم ترحيل فردين من فرقة البيتلز من ألمانيا، وذلك لقيامهما بحرق واق ذكري داخل قاعة السينما في هامبورغ. خلال الحرب العالمية الأولى كان ملك إنجلترا وقيصر روسيا وامبراطور ألمانيا جميعا أبناء عمومة، فقد كانت عائلة واحدة تحكم تقريبا كامل أوروبا. لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل تبرع بمكافأة الفوز بكأس العالم والتي تبلغ قيمتها 300,000 يورو، وذلك لدفع تكاليف عملية جراحية ل23 طفلا في البرازيل.
هناك مشروع لبناء مبنى في العاصمة الألمانية برلين يضم مسجدا وكنيسة ومعبدا يهوديا معا في بناء واحد. ألمانيا، الدنمارك وأيسلندا ودول أخرى لديها قواعد رسمية حول اختيار أسماء الأطفال، فلا يسمح لك بتسمية ابنك بأسماء معينة. أداء تحية النازية في ألمانيا جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ويصل عقابها إلى 3 سنوات في السجن. ثلث ألمانيا تقريبا تتم إدارته باستخدام الطاقة المتجددة، وتتصدر ألمانيا دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية. قام المواطنون الألمان بتحطيم جدار برلين بعد أن أخطأ المتحدث باسم ألمانيا الشرقية في مؤتمر صحفي، وذكر امتيازات عبور الحدود الفورية لكل مواطن. إجمالي الدين الألماني بعد الحرب العالمية الأولى كان يعادل 96 ألف طن من الذهب، وكان مجموع هذه الديون نحو 269 مليار مارك ألماني. لا يمكنك تسمية طفلك ماتي في ألمانيا، لأن هذا الاسم لا يحدد جنس المولود. عندما فازت ألمانيا في كأس العالم لـ2014 في البرازيل، كانت المرة الأولى لها كدولة موحدة، وقد تم الفوز 3 مرات سابقة بواسطة ألمانيا الغربية. ألمانيا لديها أدنى معدل للمواليد في العالم، وتقول الدراسة التي أعدتها شركة الإحصاء الألمانية BDO إن معدل الولادات في ألمانيا في السنوات الخمس الماضية لم يتجاوز 8.2 ولادة لكل 1000 نسمة من السكان. ألمانيا الشرقية والغربية لا تزالان تبدوان مختلفتان من الفضاء بسبب أنواع مختلفة من مصابيح الشوارع المستخدمة. 1% من عدد سكان ألمانيا في مأمن بسبب عوامل وراثية من فيروس نقص المناعة البشرية. الخنازير البرية المشعة تتجول حاليا في جميع أنحاء ألمانيا بسبب كارثة مفاعل شيرنوبيل الروسية. الأمريكيون ينفقون على الحيوانات الأليفة سنويا أكثر مما تنفقه ألمانيا على ميزانياتها الدفاعية بالكامل. ألمانيا أول دولة أقرت تنفيذ التوقيت الصيفي من أجل توفير الطاقة، وذلك خلال الحرب العالمية الأولى. لدى ألمانيا أكثر من 400 حديقة حيوان مسجلة رسميا، وفي برلين توجد أكبر حديقة حيوان في العالم. ألمانيا مكان جيد للتقاعد، حيث أنها تحتل المرتبة 93 من 91 دولة في مؤشر جلوبل للرفاهية بين كبار السن. يوم 9 نوفمبر هو اليوم الأكثر أهمية في تاريخ ألمانيا، ففي هذا اليوم عام 1918 ألمانيا أصبحت جمهورية، وعام 1923 حدث انقلاب بيرهول الفاشل والذي نفذه هتلر بالتعاون مع الحزب النازي للاستيلاء على السلطة. وفي عام 1938 ليلة الكريستال، وهو مصطلح يستعمل للإشارة إلى عمليات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا. وفي نفس اليوم أيضا عام 1989 سقط جدار برلين.